إن أحاديث كثيرة تسوء سمعتنا. هذه الأخلاق نريد أن نعلمها للناس، نعلم الناس الأسلوب الذي جاء به رسول الله. أنا بقول لكم جدوا الشيعة، أقول لكم الشيعة فيهم ميزة، شهادة لله يعني. أنا ضدهم في حاجات كثيرة، بس الشهادة لله عندهم حاجات كويسة، شهادة لله. هقول لك، عارفين أحيانا كثيرة أشعر الفارق ما بين الشيعة والسنة إيه؟ هو الفرق بين علي وعمر. يعني السيد بيبص لي يقول لي هتودينا في داهية إن شاء الله. يعني هو يعني الشيعي تخش عليه تلعن له أبوه أحد كده هادئ وبسيط ولطيف ويبتسم وعنده احتواء، تعالى بقى واحد أنا يعملها معايا أصور فيها أتي، لأني أنا عمري النزعة. عمري النزعة إزاي؟ أضرب لكم مثال. سيدنا عمر في البخاري، عيينة بن حصن كان هو بيسموه في الجاهلية الأحمق المطاع، ورجل شوية عقله يعني، كان يوم غزو هو قائد هوازن، يعني لما حب يقاتل النبي يوم حنين اخترع طريقة في القتال جديدة، قال اطلعوا بكل اللي حلتنا، النسوان والبقر والغنم، ونطلع كده يعني ايه عشان كل واحد يقاتل لحد آخر دقيقة، يعني يا تموت راح كل الكلام ده، يا تقاتل مظبوط عشان ايه تضمن الحاجات بتاعتك دي. فسمون ايه؟ الاحمق المطاع. فعيينة بن حصن ده مرة قال لابن اخوه، ابن اخوه كان من جلساء عمر، من الاعداد الخاصة بتاعت عمر، عيينة ابن اخو عيينة، فقال عيينة قال لابن اخوه والنبي اكلم لي عمر استأذن لي ان هو يسمح لي ادخل اقعد معاه، اسمح لي ادخل اقعد معاه. اصله كان بيقولوا لك ان عمر كان بينام تحت الشجر، وعدلت فأمنت فنمت يا عمر. أنا عايزين أعرف الرواية دي، ما أعرفش من اللي جابها لنا دي، الحدوتة دي هي من القصص المخترعة. أنتوا عارفين في البخاري الإمام الحسن كان ليه موعد مع عمر، ليه موعد مع عمر، ما قدرش يدخل لأن كان عمر مجتمع مع مين؟ مع معاوية، وممنوع الدخول. ده في البخاري. حتى لما عمر قال فين الحسن، الحسن جه قال له اصل انا يعني لقيتك مجتمع وطولت في القعده، وشفت ان ابنك عبد الله ابن عمر لم يؤذن لي بالدخول، فهيدخلوني يعني. يعني 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 تخيل ادي عمر، وبعدين ابو لؤلؤه يعني كان عمي، ما لو كان عمر بينام تحت شجره ايه اللي يورطه يجي يقتله في صلاه الفجر؟ ما يروح يشوفه وهو نايم تحت الشجره ويغزه والسلام عليكم، لمن شاف وتخيل ضد مجهول. مش حلينا يا جماعة، لازم يبقى عندنا شوية عقل. الحواديت دي الناس كلها عمالة تنقل فيها وكأنها مسلمات، وما فيش حد عارف يوقف اللي بيحكوها، يا عايزين نشغل مخنا يعني شوية. فالشاهد ايه؟ عيينة بن حصن اول ما دخل على عمر قال له يا ابن الخطاب ما رأينا منك عدلا قط. خد بالك عدلا اللي هي ايه؟ اللي هي العنوان بتاع عمر. بيقول لك فهم عمر أن يبطش به، دي في البخاري، هم عمر أمله يدور فيه الضرب. فالولد ابن أخو عيينة قال له يا أمير المؤمنين الله يقول إن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإني أشهد الله أن عمي هذا من الجاهلين. فقول لك فسكن عمر. لحد كده احنا كويسين، إلا يحول لك الحديث إيه؟ وكان وقافا عند كتاب الله. بدل ما عمر يلام، يا أخي أنا لما قارن ما بين جورج بوش لما الزايدي خبطوا بالجزمة وما بين عمر بن الخطاب، ألاقي جورج بوش أكثر عقلا. أقول لك جورج بوش عمل إيه؟ لما سألوا جورج بوش أنت إيه رأيك في الجزمة اللي طارت عليك؟ جوز جزم طاخ في طاخ، مظبوط؟ قال والله يعني ما لقيتش غير حاجة ان مقاس الجزمة كان 10. شفت بقى الفرق بين السياسي، راجل ذكي، يعني راجل ذكي. طيب عايز اقول علي بن ابي طالب كان المغفل اللي اسمه الاشعث بن قيس معامل منارة يسب الامام علي عليها من على المنارة بتاعته، والامام علي يسمعها من الرحبة كل يوم، وقالوا اصحاب الامام علي نهدها له، قال لا بدام عاملها في بيته مفيش حد يلمسه خلاص. يعني ايه الفرق ما بين
أمير المؤمنين المعين من الله وأمير المؤمنين المعين من الناس.